بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التباطلية المحاضرة الأولى. سوف نتكلم عن جبر المتجهات. أولا، ماذا نعني بالمتجه؟ ثم العمليات على المتجهات، ثم الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. أولا، ماذا نعني بالمتجه؟ المتجه هو هندسيا قطعة مستقيمة موجهة. قطعة مستقيمة يعني أنه لها بداية ولها نهاية، يعني نتكلم عن طول. أما موجهة يعني لها اتجاه، والاتجاه هي الزاوية المحصورة مع المحور اكس. لو رسمنا مستوى بهذا الشكل ورسمنا المتجه هذا هو المتجه أي، إذن له طول واضح من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. نحسب هذا الطول، وكذلك الاتجاه هي الزاوية المحصورة بين المتجه وبين المحور X عكس عقارب الساعة. طبعا لحساب الطول، لحساب طول المتجه نستخدم نظرية فيثاغورس. لو أخذنا النقطة هذه وأسقطناها على محور X، راح يكون الطول هذا من النقطة هذه إلى النقطة هذه راح يكون نسميه فرضا أي واحد، كذلك الطول من النقطة هذه للنقطة هذه نسميه أي اثنين، وبالتالي يمكن التعبير عن الأي متجه الأي كأي واحد وأي أي اثنين زوج مرتب من الأعداد الحقيقية. إذن يكون لدينا الآن مثلث قائم الزاوية، وبالتالي راح يكون طول الأي هو عبارة عن الجذر التربيعي للأي تربيع زائدا لأي اثنين تربيع. أما الثيتا، نعلم أن التان ثيتا هي عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل للزاوية ثيتا هي الأي اثنين والمجاور هي الأي واحد، وبالتالي الثيتا هي عبارة عن تان ماينس ون للأي اثنين على الأي واحد. وبالتالي يمكن إعادة التعريف، يمكن التعبير عن المتجه في المستوى اللي هو الآر تربيع كالزوج مرتب اللي هو الأي عبارة عن أي واحد وأي اثنين. طبعا زوج مرتب من الأعداد الحقيقية حيث الأي واحد والأي اثنين تنتمي إلى الأعداد الحقيقية. بنفس الشكل يمكن تعبير عن المتجه في الآر ثلاثة كثلاثي مرتب اللي هي الأي تساوي، طبعا ثلاثي مرتب من الأعداد الحقيقية.
الاي راح يساوي اي واحد اي اثنين اي ثلاثة، حيث اي واحد اي اثنين اي ثلاثة تنتمي الى الار. نفس الشيء يمكن تعميم الفكرة، يمكن التعبير عن المتجه في ال Rn. نعممها بدل الاثنين والثلاثة ممكن نأخذها لأي n كانوني مرتب من الأعداد الحقيقية اللي هي الأي تساوي أي واحد أي اثنين إلى الأي n، حيث الأي واحد أي اثنين وهكذا إلى الأي n، أي n تنتمي إلى ال R. إذا لما تشوف أي رمز في الرياضيات بهذا الشكل R تساوي واحد واثنين وثلاثة، واحد فاصلة اثنين فاصلة ثلاثة، هذا هو عبارة عن يسمى متجه ينتمي إلى ال R تكعيب، هذا متجه في الفراغ. لما تشوف لما يكون معنى مثلا ال R هو عبارة عن صفر وسالب واحد بهذا الشكل، هذا عبارة عن متجه في المستوى وهكذا ينتمي إلى ال R تربيع. R تربيع لأنه يوجد مركبتين، هنا لدينا ثلاث مركبات. الآن نتكلم عن المتجهات المتكافئة. نقول عن متجهين أنهما متكافئين متى؟ مثلا الأي هي عبارة عن الأي واحد والأي اثنين، والبي هو عبارة عن البي واحد والبي اثنين، أي والبي متكافئين متى؟ عندما يكون المركبة الأولى للمتجه الأول تساوي المركبة الأولى للمتجه الثاني، وكذلك ويكون الأي اثنين هو نفسه البي اثنين. عندها نقول أن الأي مكافئ للبي. طبعا نقول أنها متكافئة إذا كانت لها نفس عدد المركبات، هذه تنتمي إلى R تربيع وهنا تنتمي إلى R تربيع. طبعا لو رسمنا مجموعة من المتجهات، مثلا هذا المتجه وهذا المتجه، نلاحظ أنها متوازية لها نفس الاتجاه، ونفترض أن لها نفس الطول، خلاص كلها لها نفس الاتجاه ولها نفس الطول. فرضا أن هذه كلها لها نفس الطول ونفس الاتجاه، عندها نقول أنها متكافئة. بالتالي يمكن التعبير عن هذه كلها، يمكن أن نستعيض عنها بمتجه آخر في هذا المكان، هذا المتجه يسمى متجه الموضع. دع
دائما متجه الموضع يبدأ من بدايته هي النقطة صفر والصفر. طبعا راح يكون الزاوية هذه عكس عقارب الساعة راح تكون ثيتا. طبعا كل هذه لو أخذنا المحور أو مستقيم يوازي المحور إكس هتكون الزاوية هي ثيتا بهذا الشكل، ثيتا ثيتا ثيتا، وبفرضية أنها لها نفس الطول، وطبعا الجميع بما فيها متجه الموضع، إذا بالتالي هذا المتجه يعتبر ممثل لكل المتجهات هذه، كلها تعتبر متكافئة لها نفس الطول ونفس الاتجاه. وبالتالي عند دراسة أي متجه في هذا المكان له نفس الطول وله نفس الاتجاه يمكن سحبه إزاحته إلى لكي يصبح متجه موضع. وبالتالي لما ندرس المنحنيات ويكون لدينا متجه بهذا الشكل، إذا راح نستخدم الفكرة أنه يمكن نقل هذا المتجه ليصبح بهذا المكان، طبعا بشرط أنه يحافظ على نفس الزاوية، له نفس الاتجاه وله نفس الطول. طيب بعدها نتكلم عن جمع المتجهات وطرحها ليكن لدينا المتجهين الأي تساوي أي واحد وأي اثنين وأي ثلاثة، مثلا تنتمي إلى أو تنتمي إلى الفراغ، وكذلك البي عبارة عن بي واحد بي اثنين بي ثلاثة. حاصل الجمع هو عبارة عن ماذا؟ نجمع المركبات الأول مع المركب الأول مع المركبة الثانية، المركبة الثانية مع المركبة الثانية من المتجه الثاني وهكذا. هنا راح نكتب أي واحد زائد بي واحد، نجمع المتجه الأول مع المتجه الثاني فاصلة، ثم المركبة الثانية مع المركبة الثانية، ثم المركبة الثالثة اللي هي الـ A ثلاثة زائد الـ B ثلاثة. نفس الشيء بالنسبة للطرح، راح يكون معنا أي واحد ناقص بي واحد ثم أي اثنين ناقص بي اثنين ثم طبعا بالنسبة للمعنى الهندسي لعملية الجمع، لو كان لدينا المتجه A والمتجه B، عملية الجمع تعني أنه يمكن نقل الـ B بحيث أنه طبعا بشرط انه نحافظ على الطول وعلى الاتجاه، بحيث انه تكون بدايته تقع على نهاية المتجه اي. اذا بدايته راح تكون على نهاية او في نهاية المتجه اي، ونرسم المتجه بحيث نحافظ على
على الاتجاه، إذن هذا هو البي، وبالتالي يكون الطول أو اللي حاصل الجمع هو عبارة عن المتجه الناتج من وصل نقطة البداية لأي مع نقطة النهاية لبي، نصل بهذا الشكل. إذن هذا هو الأي زائد البي. أما الأي ناقص بي معنات نأخذ البي ولكن بإشارة مختلفة، والإشارة المختلفة تعكس الاتجاه. البي في هذا الاتجاه، بما أنه أنا أبغى الأي ناقص بي، إذا ناقص بي معناته أعكس الاتجاه، بما أنه في هذا المكان نعكس الاتجاه بهذا الشكل راح يكون سالب بي، إذا راح يكون بهذا الشكل سالب البي، وبالتالي أي ناقص بي راح يكون بهذا الشكل. هذا هو الأي ناقص البي. الآن راح نتكلم عن الضرب القياسي لمتجهين، الضرب القياسي لمتجهين. ليكن لدينا المتجهين الـ A تساوي أي واحد أي اثنين أي ثلاثة، طبعا تنتمي إلى الارتكيب، و الـ B الذي يساوي B واحد B اثنين B ثلاثة. يمكن تعريف حاصل الضرب القياسي لـ A و B بالشكل A ضرب B ماذا يساوي؟ بكل بساطة، طبعا هذه من القوانين المشهورة في الرياضيات، إنه نضرب المركبة الأولى المركبة الأولى، راح يكون أي واحد في بي واحد، زائدا نضرب المركبة الثانية في المركبة الثانية، راح يكون الأي اثنين في البي اثنين، زائد المركبة الثالثة في المركبة الثالثة، راح يكون معنا أي ثلاثة في البي ثلاثة. مثال، إذا كان الأي يساوي واحد وصفر واثنين، والبي مساوي اثنين ثلاثة سالب واحد، الأي ضرب البي ماذا يساوي؟ راح يكون الواحد ضرب اثنين زائد صفر مضروب في الثلاثة زائد اثنين في سالب واحد، وبالتالي راح يكون الناتج اثنين ناقص اثنين هي مساوي للصفر. طبعا خواص الضرب القياسي، أولا
إذا كان الـ A ضرب الـ B يساوي الصفر، حيث أن الـ A لا يساوي المتجه الصفري، وكذلك الـ B لا يساوي المتجه الصفري، فهذا يعني أن الـ A عمودي على الـ B. طبعا هذا واضح من المتجه من المثال السابق، وجدنا أن الـ A ضرب الـ B يساوي الصفر. لاحظ أن هذا المتجه ليس المتجه الصفري، كذلك الـ B لا يساوي المتجه الصفري اللي هو، لكن حاصل ضربهم القياسي مساوي الصفر، هذا يعني أنه الـ A عمودي على الـ B. يعني لو رسمتهم، لو رسمت الـ A مثلا بهذا الشكل راح يكون الـ B عمودي عليها. راح تكون الزاوية بينهم 90 درجة أو باي على 2. أي متجهين متعامدين راح يكون حاصل ضربهم القياسي مساوي للصفر. طبعا لاحظ أنه حاصل الضرب القياسي دائما له ناتج، له عدد، ولذلك يسمى ضرب قياسي، لأن الناتج راح يكون ماذا؟ راح يكون عدد. الخاصية الثانية إنه الـ A ضرب الـ B هو نفسه الـ B ضرب الـ A. إحنا وجدنا هنا الـ A ضرب الـ B، لو وجدنا الـ B ضرب الـ A راح يكون نفسه، راح يكون مساوي للصفر، أي أنه إبدالي، وهذا واضح. إذا كان لدينا اللاندا هو عبارة عن عدد، لما نضربها في A ضرب الـ B راح يكون هو نفسه لما تضرب اللاندا في الـ A ثم تضربها في الـ B، هي نفسها لما تضرب الـ A في اللاندا B. أربعة، إنه لما يكون لدينا ثلاث متجهات A و B و C، أضرب الـ A في الـ B زائد راح يكون تجميعي، بمعنى إنه راح يعطيني A ضرب الـ B زائدا A ضرب الـ C. يعني بنوزع الـ A على الـ B ونوزع الـ A على الـ C. طبعا في طريقة أخرى لحساب الضرب القياسي، اللي هي المتجه A ضرب المتجه B راح يساوي طول المتجه A في طول المتجه B في كوساين الزاوية بينهما، حيث الثيتا هي الزاوية المحصورة بين المتجه A و الـ B. الـ A
هي طول المتجه الاي، طبعا معطى بالشكل التالي، هو الجذر التربيعي للمركبة الأولى زائد المركبة الثانية زائد تربيع المركبة الثانية. نفس الحركة، البي هي طول المتجه بي، نفس الشيء اللي هي الجذر التربيعي للبي واحد تربيع زائد بي اثنين تربيع زائد البي بي تربيع. وبالتالي يمكن أيضا حساب الكوساين، كوساين ثيتا، نحسب الزاوية بين متجهين، هي عبارة عن حاصل الضرب القياسي على طول الأي في طول البي. يمكن كذلك من هذا القانون أن نقول البي هو عبارة عن الجذر التربيعي للبي البي، كذلك الأي هو عبارة عن الجذر التربيعي للأي الأي. يعني لما تضرب المتجه في نفس ضرب قياسي وتأخذ الجذر التربيعي يعطيني طول المتجه. هذه الأشياء راح نستخدمها بكثرة في حساب البعض القوانين وحساب النظريات، إثبات النظريات في الهندسة التفاعلية. الموضوع الأخير اللي هو الضرب، ضرب الاتجاهي. ليكن لدينا المتجهين الأي يساوي أي واحد أي اثنين أي ثلاثة، والبي يساوي بي واحد بي اثنين بي ثلاثة، فإن حاصل الضرب الاتجاهي لهما يعطى بالشكل اي ضرب البي راح يساوي. طبعا هنا راح نتكلم عن المصفوفات، نتكلم عن المحددات. محددات لما تكون لدينا محددة هنا الأي الجي والكي، راح نكتب هنا الأي واحد أي اثنين أي ثلاثة. الصف الأول راح يكون عبارة عن عناصر الأي اللي هو الصف الثاني، ثم بعد ذلك نكتب الصف الثالث اللي هي بي واحد بي اثنين بي ثلاثة. طبعا نعلم انه من خصائص المحددات انه لما نبدل بين صفين، يعني لما ناخذ الصف صف البي نحطه فوق والاي ننزله تحت، راح نغير في إشارة المحدد، وبالتالي هذا راح يساوي ماينس بي في الأي. وطبعا هذه إحدى خصائص الضرب المتجهي. طبعا عشان نفك هذه راح يكون لدينا الأي ناقص الجي زائد كمية مضروبة في الكي.
طيب بالنسبة لهذا المقدار، المقدار الأول راح نحذف الصف مع العمود، وبالتالي نضرب الأي 2 في البي 3 ناقص اي 3 في البي 2. الآن راح نحذف الصف الأول مع ليش الآن راح نحذف هذا الصف مع العمود الثاني، وبالتالي راح يكون أي 1 البي 3 ناقص أي 3 في بي 1. الآن راح نحسب هذا المقدار، راح نحذف الصف الأول مع العمود الثالث، وبالتالي يكون أي 1 في بي 2 ناقص أي 2 في بي 1. طبعا هذه ممكن كتابتها بدون الآي والجي والكي، ممكن نفتح أقواس ونكتب كمركبات، مركبة أولى فاصلة، مركبة ثانية فاصلة، مركبة ثالثة. راح نكتب في المركبة الأولى اللي هي هذا المقدار، راح يكون أي 2 بي 3 ناقص أي 3 بي 2. المركبة الثانية راح تكون سالب في هذا المقدار، وبالتالي راح نضرب السالب، راح نبدأ بالأول لأنه راح يكون موجب، ناقص أي 1 بي 3. ثم المركبة الثالثة راح تكون أي 1 بي 2 ناقص أي 2 بي 1. طبعا لاحظ الفرق بين الضرب الاتجاهي والضرب القياسي، هذا ينتمي إلى الآر تكعيب، يعني الناتج هو عبارة عن متجه جديد. عبارة عن متجه جديد، لو كان لدينا هذا هو الـ A وهذا هو الـ B، إذا راح يكون لدينا متجه جديد هو عبارة عن حاصل ضرب الـ A في الـ B. هذا هو الـ A ضرب الـ B. ما العلاقة بين الـ A ضرب B مع الـ A والـ B؟ متجه جديد راح يكون عمودي عليهما، راح يكون عمودي على الأحمر، يعني أن الزاوية بينهم تساوي باي على 2 اللي هي 90 درجة، وكذلك راح يكون عمودي على الأخضر، وكذلك راح يكون على عمودي على أي متجه داخل المستوى الذي يحوي الـ A والـ B. كان هذا متجه مثلا في داخل المستوى الذي يوجد فيه المتجه A والمتجه B، أيضا هذا المتجه راح يكون عمودي عليه. طبعا هذه الأشياء جدا ضرورية زي ما ذكرت في البداية، ولازم نفهمها بشكل ممتاز حتى نستخدمها في فهم المصطلحات في الهندسة التفاضلية. هذا هو الدرس الأول، ألقاكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية. شكرا جزيلا لكم.